تتلم يالا عارفة أعرف بس تغريب بكام وأنا أشتريك يا ورد على طول. غالي عليك قوي بس طعم الحارة بعد الشر مفيش حاجة في الحارة دي كلها تغلى على القايم مالك المنطقة كدين وتلاقيك بتدور زق. أما كلنا ماشيين زق يا تغريب. يا وكستي يا موكوس أنت بس قولي أبقى في ظهرك وراجلك وملك الفرقة بتاعتك ومديرها أعدلك الإيراد اللي داخل واللي خارج. هي المسرحة ناقصة قتلة. أوروفوار يا موكوس. رايحة فين على الصبح كده؟ عندي طهور يا رحمة. بشاروح وتعزمي ما عندي موت وصوت مجروح. بشاروح وبعزمي ما عندي موت وصوت مفتوح. بشاروح العالم اللي جواه طاير وانت بتغلي انا سفاير. العالم اللي جواه طاير وانت بتغلي انا سفاير. قصدي البنات عامله عماير ترقص وتزار دي بماير. قصدي البنات عامله عماير ترقص وتزار دي بماير. بشاروح وانا بنتي زهرانة بحفلة امها طبت على غفلة. وانا بنتي زهرانة بحفلة امها طبت على غفلة. يا ارضي تشقي وتلعيني انت ماما جاية تطلع عيني. يا بنتي يا بنتي كده عايش حد بحد تعبان معروف تاريخي من زمان دايما بدي
حضر الفيلا على البحر الركب فيه هيبات معانا الليله دي. طومر يا كبير. لا 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 بات فين؟ انا جاي بارك ومروح على طول. تبارك ومروح كيف؟ هو دخول الحمام دي خروجي ولا ايه؟ فز يا جوب. طب استنى بس هسالك سؤال كده. جود بيت الرقاصه اللي كانت مع العيال اللي بترقص دي نظامها ايه؟ يعجبني لقمك يا ركيب. تمشي معاك في الكباريه هناك في مصر. كباريه؟ تمشي في كباريه والبيت واي حته كمان. كبات يا حبك بقول لك ولا عمري هغلط يوم بقول لك ولا قد دمعتك في دير الفرقه ولا قد رمشك المخبي ورا. كبات يا شبيعي كبات يا حب. طب وربنا من الايه كده؟ مش باع. اوتوبيس يا حب. مش باع. مش بتقول لك ابعد يا انفت؟ طب وربنا من الايه يا عزيز؟ هتبعد. بحبه يا اختي. حبك برص واتنين خرص وثلاثه عمي واربعه طرش. هو حد راضي يتجوزك؟ حد راضي يتجوزك؟ تعالى يا باشا حد راضي يتجوزك؟ حسوا بيا حرام عليكم ارحموا انوستي. فين انوستك دي؟ ايوه انوستي متلطنه ومتعفنه جوايا. أحيه الشبشب ضاع. أحيه ده كان مسمار. أحيه برضو يا ولالات الأدب. بلبل حل في الراهب ده مالك يا عم؟ مش راضي يتجوز عزيزه ويصفر لي بقى. الله. طب ما تيجي انت يا بامبي وانا سطرك. ايه يا ابويا في ايه؟ مكتوب عندك كربط ولا ايه؟ اقعد اقعد. اخواننا هنقولها كم مره؟ توتي احساس الجيل. احساس الجيل راجل عايش لفنه وبس. ومن الاخر ما ينفعش يتجوزك. من الاخر يا اختي. شايفين؟ شايف الناس اللي بتقدر الفن؟ ليه؟ عايز توقف سوقي ليه؟ بس. تعالى توتي. ايوه استاذ امورني. عايزك تخش تروق لي اوضتي. عايزها فله. تامرني يا باشا. يلا. ماشي يا باشا. بسرعه يا حيوان. طب اخش معاه. اخش معاه. بس. ازيك؟ انهار اسود ومطين تاني. كويس. عامل ايه؟ الحمد لله. أميرة بدي. أميرة صباح الفل يا حبيبتي. ايه يا بنت النوم ده كله؟ هو انا نمت من اصله؟ ليه يا اختي؟ انت بتاكلي بالدنيا يا بنت، ما نمتيش ليه؟ باسم هيجنني. بيستحر مننا. بيستحر مننا؟ ليه يا اختي؟ اذا كان هو محامي يا بنت
انت يا اختي متعلمه ومتنوره وسكرتيره زي الفل. واذا كان علاقتك يعني كانها رقاصه، انا مربيكي احسن تربيه. اللهم صل على النبي عليكي يا قمر، وهجهزك احسن جهاز لحد ما اوصلك لبيت العدل. ربنا يخليكي ليا يا اختي يا حبيبتي. ما تدخل يا لا بتخبط، الباب مفتوح. صباح الخير. صباح النور يا اخوي. بقول لك يا ست تغريد، الحركه كلها بتتكلم على رجوع اميره كل يوم متاخر مع الجدع المعامل اللي بتشتغل عنده. وحياه النعمه اللي هيجيب سيره اختي للبدله في رجلي دي. بقول لك ايه، اذا كان على المصاريف انا ممكن اصرف عليها واستنى. نعم انا جوزك انت معفن يا جاهل. دبلوم زراعه قسم انتاج حيواني جاهل. اه يا حبيبي ما هو ده اخر. طب بص بقى يا بتاع الانتاج الحيواني. نعم. العين يا اخويا ما بتعلاش عن الحاجب، ولو عليت نغزقها. بمعنى يعني ما تبصش لفوق يا روح امك. يا روح امي. بمعنى اميره عمرها يا اخويا ما هتبقى ليك، وانت عمرك ما هتبقى ليها. ليه؟ اميره حبي انا؟ لا يا اخويا دي حب انا، واللي يبص لها بعين اغزق له عينين الاثنين. طب مش مغني يا ست تغريد؟ ان شاء الله عنك ما غنيت. المطربين يا اخويا على قفا من يشيل. مين انت يا انا اللي كتير بلوم نفسي. امشي يا روح بره وتعب روحي وياك. امشي يا انا مش عارف انا كنت مين. انا مش انا. غسلت المبسم يا ابني؟ انت بتغسل وشك؟ انت عرفت منين يالا؟ بقول لك يا عم بلبل، يا عم بلبل فكك بقى من المزه اللي انت ايه عامله لك شغله دي، والبنات على قفا من يشيل. فكك ولا ايه؟ طمن كلامك مظبوط، ومن الاخر يا عم بلبل هي مش ننسى اجرم يعني. يا جدعان انتوا مش فاهميني، البنت قصيره قوي وعينيها ضيقه، يعني ياباني، والسوق دلوقتي كله صيني. دي انا لو اتجوزتها اقدر اقول لاهل الحاره كلهم ان انا مناسب جاكي شان. امين. وانا موافقك على الكلام ده. وبينا بقى يا ابن الحلال نطلع البروفا. مش طالع البروفا يا ليسي. يا بلبل ما تخليش الشيطان يركب دماغك. مالكش فيك. وعليكم السلام ورحمه الله. عايز اركب واروح شبرا. اتكل على الله يا عم مش دلوقتي، مش وقتك. حته نار اللي هتشوي فيها. يا بلبل اسمعني، المعلمه يا ما وقفت جنبك، ومن الاخر كده يا بلبل هي اللي لميتك من الشارع. بقول لكم ايه؟ عايز اركب اروح شبرا. يا عم غرفه ده هتاخدك بلا شبرا. بلبل الفرح هيبوظ يا ابن الحلال. يبوظ؟ وانت مش بقى سلطان يعني يا عم بلبل؟ من الاخر يا عم الليسي انا اللي هغني يا بلبل. صح. انت اللي هتغني يا توتي؟ ايوه انا اللي هغني يا بلبل. غني يا توتي. طب ما تسيبوا بعض كده ليه؟ انا عايز اركب اروح شبرا. اركب تاكسي وقول له شبرا. مش توتي يا مش صبر. خد 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 خد. هو الاخ منين؟ من شبرا. قطيعه يا اخي. خد خد. ما هو برضه بما يرضي الله كده جسمي ده يروح عندنا شبرا. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. قوم يا عم مالك في ايه؟ يا عم عايز اروح شبرا. انت تاني. السلام عليكم. عليكم السلام امرا معلم. المعلمه تغريد موجوده؟ اه موجوده. ثانيه واحده. ايه كان الغريب ده؟ معلمه؟ معلمه؟ ايوه. في واحد لوح عاوزك بره. قول له يتفضل يا واد. حاضر يا معلم. اتفضل يا معلم. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. اهلا وسهلا. يا اهلا يا اهلا. اتفضل يا حاج. زيد فضلك. الله يخليك. محسوبك فتح الباب خط الصعيد. يا اهلا بالصعيد وناس الصعيد. اوامرك يا حاج. عندنا فرح في سوهاج ومحتاجين رقاصه حلوه ترقص الفرح. لا ده انا عينيا حلوه. خد يا بات. تعالي يا بيتي. تعالي يا اختي. فل اهي. 200 جنيه و20 جنيه كوافير و30 جنيه مواصلات بس. يا خساره قصير. شوف الطيب نصيب. خدي يا بت تعالي. اهي دي بقى مالكش كلام. 100 جنيه باكج كده كلها على بعضها، لا مواصلات ولا كوافير. انا مش عايز شغافر، انا عايز رقاصه حلوه. يا معلم يا معلم خدها ببلاش وعليها شحن دي. يا معلم يا معلمة تغريد، المقصود انت وجيتك على السمعة. يلا اما وختم الشريف، لو قربت مني لا تغضى تحوم. طوّتي زي بنتك امك، واخد النبوي
نايمها ثلاث ليالي. يا بنت انا متجوز امك عشان تصلي. ماشي عمال اغني واقول على الزراعيه يا رب اقابل حبيبي. انت مين؟ مين؟ انا الركيب. وعايز انت كمان اوصلك لبر الامان يا جاهل. هو انت رايح مصر؟ امال رايح العراق؟ طب انا عايز اروح شارع محمد علي. حبيبي لو عايزه تروح شارع محمد علي اطلعي. انا ايه؟ بس بقول لك ايه؟ انا مش مين؟ ولا يهمك، عينيا الاتنين بس كده. يرضيك يا ايمن. توتي صاحبي واخويا يبيعني وراح يغني ورا ست تغريد. ينفع؟ ما هي غلطتك. انت لو عامل شخصية وفرض سيطرتك على العيال دي ما كانش حد اتنطط عليك وركبك. ينفع كده؟ يلا. يلا. مين ده؟ معرفش انا افتكرته تبعك.
السلام عليكم. ده هو أمد. تعال تعال. ايه جاي حارتنا ليه؟ ها عايز تشتري الحاره وتعملها بلد؟ احنا لو طلعنا عليكم شبرا تاكلكم وقناتك تتقفل. قناتك تتقفل. جايبني انا الركيب. كذاب. بقول لك انا الركيب. طيب انا بقى هاخد طبق من بار بس توصى بيه وحات ابوك. تشرب شوربه؟ لا انا عايز موزه. موزه ايه وملوخيه ايه؟ والنبي يا اخويا ما تعرفش انونجي معروف قوي عندكم في الحته اسمه توتي. اسمه ايه؟ توتي. توتك. توتك ده حبيبي هو راح فرح وزمانه جاي. يا دي النصيبه اعمل ايه انا دلوقتي؟ لا لا انت مش هتعملي اي حاجه. انا قاعد مع توتك في نفس الشقه. يعني انت دلوقتي ايه؟ ممكن تطلعي تريحي فوق لغاية لما يجي. تعيش يا اخويا. حبيبة قلبي ربنا يخليك. يلا بينا. يلا. سلام يا ركيب. صح يا بلبل. البامية عالية قوي. ابعد اشطور. ابعد عشان انا تعبان. انا جاي اوسوس لك انت يا معفن. انا جاي اتفرج ومتع نظري واطفي نار لهيبي. عمها زميلي وما ينفعش. احي يعني زميلك في الجامعة الامريكية يطربش. يا عم قلنا ما ينفعش. يبقى مالكش في الطيب نصيب. باي باي يا اف. ايه يا ريس يعني بالراحه شويه. ايه زن يعني زن شويه عليا. لسه هوجع دماغي مع عيل سيسي زيك. ايه يا ريس ما تهدى شويه. هي دي مش شغلتك ولا ايه؟ خلاص ما بقاش لينا طوله بال على البني ادمين. عرفتونا انتوا ادهى من الشياطين. هتوحشيني. وانت كمان يا حبيبي. بقول لك ايه؟ هشوفك بكره؟ لا بكره مش هينفع. عندي مشكله كده. ايه؟ عندي قضيه كده. بنت مسكينه يا عيني مسكت متلبسه في قضيه دعاره في شقه فيها 35 راجل و35 واحده. يا لهوي دي كانت بتعمل ايه هناك دي؟ انا عارف. انا هروح بكره اسال بقى ال 35 راجل كانت بتعمل ايه. تسال 35 راجل؟ طب يبقى خلي بالك منها يا اخويا شويه. يا اهالي المنطقه الكرام احب اقول لكم ان اميره اخت الست تغريد جارتنا وبنت حتتنا قاعدة على الناصية وركبة عربية الواد المحامي وهريها بوس فوقها في شفايف. هيفتكروني فرفور. في ايه يا ابو البولت مالك؟ اليسي امورنا موت. خد المبوسه دي على اوضتها وحبس انفرادي من غير لا اكل ولا شرب. نعم قدامي ياما جبت لنا العار. قدامي بيبي يا ليسي. ريح انت يا بيبي. ماشي قدامي ياما. ماشي ماشي يا بولت. ماشي يا بيبي. ايه يا حبيبي عايز ايه؟ انت مين؟ ثقه في الله كسبك ياما. لان الرجوله ملهاش قطع غيار. مين حضرتك؟ عبد موتى وانا صاحب قلب الاسد يا
نهار اسرع. عبد موتى اتضرب يا حارة. عبد موتى طلع كداب زفرة يا حارة. يا نهار اسود ايه ده؟ اوعى يالا انا الاول. الاول ايه يا توتي؟ ما ينفعش كده يا توتي، دي سكر. بتكلم بجد؟ سكر حلوه الدنيا سكر ترررر. سكر مين؟ سكر بنت هنداوي. هنداوي مين؟ هنداوي اخوك يا عمي. بالحضن يا بنت اخويا. بالحضن يا عمي. يا بنت الغالي الله يرحمك. ما خلاص بقى يا عمي، ما عادش فاضل لي في الدنيا غيرك. برقبتي يا بنت اخويا، هخش اعمل لك لقمه تاكليها. اكيد من الصبح وانت على لحم بطنك، والعربيه الميكروباص اللي جابتك تروحي فيها. يا لهوي، المشرعه مش ناقصه قتل يا اختي. يا توتي، عمر الدقن بيبقى ميه يا جدع. يا عم نمي مين ده، لو اتعور هينزل ميه ساعه. بقول لك ايه، خش رايح جوه انت شويه فرس. طب وعمي؟ لا عنك ايه، انت تخشي تنامي في الاوضه لوحدك، لان انا خايف عليكي من عمي. قومي. راح فين يا ريس؟ في انت بتعمل فيها يا عم؟ ولا منظر عم؟ يا عمي يا اللي بار يا عمي، تعالى اما اعمرك عمي والف بيك البلد واقول عليك اغني من قله الخان والعم. انا خدت الرضي عمي. الأرض رسم عليكي، صلى على النبي. الأرض رسم عليكي. بسم الله. بلبل. اسمي الأستاذ بلبل. أستاذ بلبل المعلمة عزاي. بمعنى إنك تجيب شطة هدومك وتنزل المعلمة. بمعنى إن شكلك هتطير. ده دي بقى إن شاء الله. دي جاية لمين دي؟ جاية لنا يا أمورة. إيه ده؟ يا ساتر يا رب، فوقي يا اختي فوقي. ليه من قدامك بقالي سنين مرميه، حتى لو قعدت مليون سنه. لا بقى، ده انت باين عليك هتخلصي ازازه الريح. سيبوها يا اختي تموت. بنت من اياهم في شقه الالاتيه. بنت اما بنتك هتقطع لسانك منك ليها. انا جايه هنا لعمي. عمك دي مين يا اختي؟ ده عمها يا اختي، والعم والد. طب يا عم وعم وعم، ما بقيت بنت اخوك فيا في وسط الرجال. وهم فين الرجال؟ اهو يا اختي غضنفر باكل فيه بقالي سنه، مش عارفك. خلاص اطلعوا فوق واحنا هنجيلكم. طب يا اخويا ما تعالى وقت السنيوره دي معاك. طب يلا يا اختي زق يا اخي. يا روح يلا يا لمونه حلو. يلا يا روح قلبي. يلا بينا، خدوني معاكم. ما تسيبنيش انا واحده افضل حي. اوعي تعرفي ترقصي يا بيت؟ ده نرقص على نشرة الاخبار يا معلمة. خدي اتحزمي عشان ترقصي. طب انا هحزمها. استنى يا ولد. يا بلبل يا بنت اخويا، وعلى مون انت برضه اخويا. لا مش قادر. مش كده. يلا. ايوه. مش كده وقت. شاورلي بس سالي انت هنا يا
يا بلبل بلبل بقالي ساعة هنا وقلبي بيدق مع كل هزة بتهزيها وعمال يقول دوم دوم بجد؟ طبعا بجد ونفسه نفسه ومنى عينه ينجشك في الفرح ويقعد يقول دوم تك 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 دوم تك تك شكلك بتاع طبلة ورق لا انت اللي شكلك هتموتي عليا وانت ايه عرفك الله هشك بشك بان على وش بكاش لا مش بكاش ده انا هعمل لك ليله ولا الف ليله وليله انت عارف انا نفسي ايه يا سبولبول ايه اتذكر بقول لك انت تحلمي وانا احقق يعني احلم طبعا احلمي ده انت واقفه مع بولبول احلم ديتها ورقه واتنين شهود وعشرة فياجرا ايه بقول لك احلمي أنا شايف دلوقتي قدامي واحدة هيجرالي حاجة لو ما كلمتهاش ما شفتش في جمالها أنا أي واحدة هيجرالي حاجة لو ما عرفتهاش أنا شايف دلوقتي قدامي واحدة هيجرالي حاجة لو ما كلمتهاش شفتش في جمالها انا اي واحدة هيجرالي حاجة لو ما عرفتها وعملت ايه وانت تعبى كده كل الناس وانا واحد من الناس اللي دابوا فيكي وانا كنت فاكر نفسي كده في الغرب مستاذ كلمت بيه بفرق طب وانا قليل الأدب ده أنا مش متربي بلبل عيون بلبل ممكن أسألك سؤال أنت تسألي من غير ما تسألي هو أنت حبيت فيه لونك ده أنا سمر لا أنت برونز 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 رئة 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 نبي يا جات يلا هيك يا حبيبتي يا روحي يلا عارف صوت وانتعي انا خلاص هتجنن انا وانا صاحي وانا نايم ليل ونهار ما بفكرش غير في ريقه ابوس ايديك اتجوز اختها ولو يوم واحد بس وبعدين طلقها يوم واحد ايه ده عامل زي الخفاش لو لزقت ما بتطلعش الا بالطبل البلدي يعني ايه يعني ايه يعني انا مش هتجوز اوعى المصدي ده يضحك عليك عايز تتجوز دي يما انصرف انصرف باذن الله ولا لازم مالك بقول لك ايه انتحر يا ابني ما انت كنت موافق هيبقى ده مصيرك يا عكرم اموت بطه ربنا دي لا يا رب كل من له حبيب ما تحرموش منه ولا تبعدوش عنه مالكش دعوه انت يا عم وليد توفيق الله 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 ليه اللون الغامق ده خد نعم العقد كباريه عش البلبل ب3000 بلبل في الليله الواحده يا حلاوه يا حلاوه بس يا بنت انت تهبله ولا ايه عايز تنزل اوردرات انت حمار ولا ايه ده اللون ده نادر ده يكسر الدنيا في الاوردرات او النبي يا بلبل انا نفسي اطلع اوردرات بس يا هبله انت ده هتبقى مراته يا جدع انت وايه المشكله يبقى زيتنا في دقيقنا وكله تحت عينيك تروح معاها وتيجي معاها وبعدين اعمل زي ما قال عمرو دياب بالظبط ضحكت يعني قلبها مال رجعت تبقى بنت شمال وطلقها وانت الكسبان شمال
بس مش ولاد البلد اللي يعملوا كده يا قايم. امال يعملوا ايه؟ يعملوا كده يا قايم. يا لهوي. ما كان تجيبوا وش الدمع في عينيا، سيبوني ابكي دي دمع حنية، سيبوا الدموع تنزل على جدودي، ولا ولا بأعلى صوت ليا 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 يا عين يا عين يا عين يا عين. راح تنسى كام مرة وتسيبني كام مرة وتفرح اليمين الحلوة والمرة، مش كنا متعهدين ليه تنسى قلب المرة عشرة ما قلها سنين على الحلوة والمرة. ايه مالك يا عم بكار؟ مدالوا الحزين ليه؟ زيت خلاص زيت يا رقة. يعني ايه يعني؟ مش فاهم. ماسكة فيك وانت ولا شكل ولا منظر، محسوب عليا راجل وانت ولا شكل ولا منظر، ده حتى تتح عايرني بيك. انا زيت يا رقة زيت خلاص، مش قادرة اكون بعدي. وبقول لك ايه، انا تعبت كمان من البوس. نعم نعم نعم. عارف معنى ان انا ببوسك دي يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني انا بحبك يا اخوي، ده غيرك عمل كل ما يعمل معايا الا البوس. شريفه يا رقة. قوي يا اخوي. عفيفه يا رقة. قوي قوي. بقول لك ايه؟ ايه؟ بقول لك على حاجه. عزيزه بتسكر توتي وشكل الفرح يقع في المصياده. طب ما تيجي نوقع في المصياده قبليك. يا عم روح، جاتك نيله تفلع غير في البوس. وبقول لك ايه، على فكره بعد كده مفيش بوس، فكر لك في حاجه تانية غير البوس. حاجه تانية؟ طب تعالى نلعب شله. رايح فين؟ يا عم عامل غلط علي الطلاق دي، ما يتعمل معاها الغلط. ارجع وفكر، مش دي اللي تدخلك النار يا عبيط؟ ايه ده، اول مرة اعرف ان الشيطان مش عايز حد يعمل غلط. انا اخليك تغلط مع دي؟ عايز تضحك علينا الانس والجن يا عم؟ بديل بديل موجودة يا عم. اي حاجة. لو اخر نساء العالم. يعني اعمل ايه دلوقتي بقى؟ غطيها ويا دار ما دخلك شر. عندك حق ابو الابليس. تقلبي براحتك يا بايره. يا توتشي. اقول لك على حاجه، والله العظيم البلد دي مش هتفرح الا لما انا اغني. وانا الحمد لله وبفضل الله في رمضان الجاي ده عملت تواشيح دينيه كده. طب على الطلاق، ما انا صايم. بركه انا ناس. ايه يا عمي؟ جبت فرح زي الفل. ايش شوف وحياه النبي، علينا اغني والنبي. يا ليسي، انت هتنسى نفسك ولا ايه؟ هتغني وانا موجود؟ صف والله العظيم. ما تزعلش يا ليسي يا ما تزعلش، انا بكلمك لمصلحتك. انت فرصتك لسه ما جاتش، انت طالع طلعة الفنان عبارس عصر، يعني انت نجوميتك ان شاء الله باذن الله هتبقى في الستين. ايه يا جدع انت تكسر بخاطره ليه؟ اقول لك حاجه، انا انت اللي هتغني يا ليسي. قوم غني وسمع الناس دي غصب عنهم. قوم يلا قوم غني يا ليسي. يمكن تقدر توصل للناس اللي احنا ما قدرناش نوصله. استغفر ولا ايه يا ابني؟ حاربني يا زمان بكل سلاح اللي معايا، بعصلك يا زمن واعمل دون. انا قاعدي يا حبيبي يا 300 محكمه جابوا 400 قاضي. البيع اللي اسمك قلت له قاضي، قلت ومرات
راضي، انا اللي رضيت بلا ام ولا ام بيا مش راضي. حاسب عليهم يا جاي، انا حاسب عليهم. كيمي كيمي كا كيمي كيمي كي كيمي كيمي كا 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 كيمي كيمي كي كيمي كيمي كا 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 كيمي كيمي كا كيمي كيمي كي. لازم ندوش الدوشة، الدوشة أدوش من دوشتها عشان ما تدوشناش. زمبلتة 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 في كل حتة، زمبلتة 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 في كل حتة. عيني شايفة خمسة ستة والأزاور عايشة كده، عيني شايفة خمسة ستة والأزاور عايشة كده. كله راكب درجة أولى وأنا راكب بسكليتة، كله راكب درجة أولى وأنا راكب بسكليتة. الكيمي كيمي كا وسع على برج الياه، الكيمي كيمي كي اسمعني هقولك إيه. سيبني افكر يوم يومين سنه قدامك 10 دقايق في الحمام تفكر فيهم براحتك. مجاري مسدوده يا ابن عمي. وبعدين يا ابني انا لازم اخد راي البنت. ايوه طبعا يا عمي مفيهاش حاجه، بس البنت موافقه وماشيه معايا بقالها شهر تقريبا. عندك شقه يا ابني؟ والله المفروض المعلمه يعني وعداني بالشقه اللي انتوا قاعدين فيها دي، باذن الله بدون مقاطعه هتطردكم منها. بص يا ابني. نعم يا عمي. المؤخر عليك والقايمة برضه عليك، من الآخر هتاخدها بشنطة هدومها. أيوة يا عمي، بس يعني أنت برضه يعني ما تعمليش فيها كرم مطاوع. في حد يضرب عمه كده يا ابني؟ جرب اللي أنا دقته في الكام فيلم اللي فاتوا، جرب. ده أنا اتضربت لما أفم دخلك. بس يلا بقول لك إيه؟ قدامك 10 دقايق تتشاور فيهم أنت وكلب البحر ده. جرب. موافقين. حلو أوي، كاتب الكتاب يوم مرة. اشمعنى يعني النهارده؟ هو كده تغيير. ظرف انا. في حد يعمل كده في عمه؟ عليك واطي. اديني ظهرتلكوا يا حوش. يا ساتر. جهنم اطرى من هنا. كنت بني آدم كنت علمتك العفة يا جوجو.
اه يا بيضة واه يا بيضة. واه يا باسم واه يا باسم. شابو يا برونز يا عسل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. غنيلي أغنية للشيطان. شيطان مين يا عم ده تعبان في دماغك؟ غنى للشيطان ما انتوا غنيتوا للشيطان. غنى يا واد. الله يسامحك يا سيدي. غنى غنى يا واد. حاضر يا ابو الأمل. غنى غنى يا واد. حاضر غنى. خطبت سكر وسكر وافقت. معقوله؟ الف مبروك يا حبيبتي. بركه يا اختي. الله يبارك فيك يا معلم. ولا ايه؟ سكر لك وانت لها. مبروك يا اختي. الله يبارك فيك. عقبال يا رب. عشم ابليس في الجنه. هخش اجيب لكم الشبكه. ربنا يخليك يا معلمنا. ما احبش الذهب. اه جرى ايه يا بنتي يا عبيطه؟ في حد ما يحبش الذهب؟ ده الذهب هو اللي بيعمل قيمه للست زي واحده. خلاص نفتش القوه والحرامي بشيلته. خلاص يبقى اول اوضه تتفتش اوضتي. سيبيها لي انا الطلعه دي يا حبيبتي. تعالي يا بنت صورة. الحقيني يا اختي. الله عليك يا صورة. اسم الله عليك. دماغي بتلف والنبي. اسم الله عليك. اه ركبي يا اختي. وثم خطاري يا حلوه يا زينه. اه يا حراميه يا بنت الحراميه. ما بحبش الذهب وانت عايزه تسيب الذهب كله. معلمه
بنت اخويا مش حراميه معلمه. لا بقول لك ايه، رقه وعزيزه طول عمرهم هنا وما فيش حاجه زي دي حصلت ابدا. هتلاقيك انت اللي سرقتيه من غيظك. لا معلم سميره. ايه يا معلمه، بلبل هيتضرب من ستات ولا ايه؟ حاسب ايدي. سكر فين؟ سكر فين؟ سكر فين؟ بنتي يا داهيه بنت 24. يوه رايحين بس فين يا بلبل؟ لينا رب اسمه كريم وارض الله واسعه. لقينا بيت جنبنا هنا كده هنروح نقعد فيه. طب وفين توتي؟ توتي سبقنا تحت في الشنط، ما بيحبش الوداع. طب والسكر هتسيبوها كده يا اخويا؟ دورنا عليها في كل شبر في مصر، فص مالها وداع. دورتوا عليها في بيوت الدعارة؟ خلاص يا بنت، ده اشرف من اهلك. بصي بيه الرمل بقى كل شويه يا راجل، ده انا مش قادر. يلا يا بنت ماشي انا هوريك. اضربي نفسي ما نسواش. خد رقه تعالي. يا ناق. هو انت ضربتي دي ليه؟ عشان ما تطلعش تعاير اختها فوق. عندك حق، عشان ما تطلعش تعاير اختها. بقول لك ايه ده توتي؟ ابو البن انت مش ملاحظ ان الواد الليسي والقيم ملمومين على بعض اليومين دول؟ يا عم كبر دماغك، هتلاقي الليسي بيقلبوا فلوس، ما انت عارف الليسي كلب فلوس. العيال دي لازم تتراقب. ازاي؟ يعني انت تمشي وراهم. يعني اخليهم يشوفوني؟ يا بلبل بتضرب ليه يا بلبل؟ اراقبهم انا. انت مش بني ادم. طب انا همشي ورا مين؟ تمشي ورايا انا يا عم جيله. حتى انت معفن؟ انا سكر شهد مكرر صعب اتكرر، وانا تشمني عسلية وبت شقية وضفري بمية واسأل عني. انا سكر شهد مكرر مش هتكرر، وما فيش مني عسلية وبت شقية ومتربية واسأل عني. مش اي لك الحته اللي انت عايزها بيضه مقشره لحد عندك، يعني تاخد حقك وتديني حقي. ماشي يا عم الاهلي، وادي حقك مرضي. هما شويه بس عشان انت حبيبي يبقى مرضي. بس ده مفتاح شقتها المفروشه اللي هي قاعده فيها. حلال عليك. اصلا انا سكر شهد مكرر مش هتكلم، وما فيش مني عسليه وبت شقيه ومتربيه لا. بقول لك ايه يا عم الركيب، بقول لك ايه يا عم القايم، احنا ناخد حقتنا نبعت نجيب بلبل ونجيب اهل الحاره ونعمل فضيحه. عايز كام؟ لا 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 يا حبيبي، احنا مش عايزين فلوس. امال عايزين ايه؟ احنا عايزين نغني ونتشهر. بعدين يا ليسي. مفيش بعدين، والبدله اللي انا محجرها دي والفستان ده اللي حاطه اختي رهن عليه. طب خلاص خلاص خلاص، اطلعوا يلا اركبوا مصرف وغنوا، بس لو اتضربتوا مش هعوش عنكم. امين. يلا يلا خدي في بالك الفستان يا حليتها. ولا كيف ولا بينما ولا حيث ولا يبدو، بالعربي مش هيريحك يا بنت غير عبدو. انا اللي صحي صح، انا الدالة والدح،
والباقي كله بحر خليكي مع عبدو. الرجل تدب يا عبدو مطرح ما تحب يا عبدو. الرجل تدب يا عبدو مطرح ما تحب يا عبدو. أيوه من دلعك أيوه خدنا واحنا في كشتو مصعش علينا يا وطنو يا ري منك يا لهوي يا غو. عبدو عمل ايه؟ عبدو حصل ايه؟ عبدو عمل ايه؟ عبدو لو النبي يا عبدو لو النبي يا عبدو لو النبي يا عبدو لو النبي يا عبدو. عامل فيها بتبص ولورد وعيشها بالطول والعرض ده احنا اللي معانا الباسبور. عبدو عمل ايه؟ عبدو حصل ايه؟ وزوالي بطاطا ما تيجي نعيش يا وزاك. انا قلبي واكل منك ما اقدرش استنى لك ما تزودش المعزه هيكوني بعين الوتحوش. يلا يا قلبي ما تسكتلوش شغل السهو كده احبوش حبيه احبوش حبيه احبوش. وكالة من غير بواب بول بول. خد انت الحريم واتكل على الله. انت راجل كبير صاحب مرض. يلا اتكل على الله. تعالي يا اختي. العاسي العاب على عد بعد بيه. ايه ايه العيال وانا معاك يا دوتي. ايه العيال يا ناس يا العاسي العاب على عد بعد بيه. ايه ايه يا سراك. اتفضل يا قمر القمرات. خش يا حبيبي خش خش. الشقة المعفنة دي يا باسم بتاعت مين دي؟ دي شقتنا انا وانت. الله دي حلوة قوي يا باسم. انا مش مصدقة نفسي دي بتاعتي انا وانت. طب شوف بقى يا باسم انا هخلي السفرة هنا. ماشي السفرة هنا ماشي. والنيش هنا. النيش ما ملوش لازمة النيش. عندك حق. ماشي تعالي تعالي يا حبيبي. خش يا حبيبي. الله دي بقى هتبقى اوضة النوم. اه تصدق انا قلت برضو ان دي اوضة النوم. بس انا بقى ايه هشيل المنن
وهجيب مرتبه كده ايه سوسه عشان نتطبق عليها. بس هي دي الشقه بس؟ يعني مفيش اوضه للاولاد؟ اولاد ايه لما يجوا الاولاد الاول؟ المهم انا وانت دلوقتي. انا وانت وبس. انا وانت ولا حد تالتنا. ايه يا نهار اسود مخدرات؟ لا ما بشربش مخدرات. دي مش مخدرات، تصدري بانجو اعشاب طبيعيه. لا يا حبيبي ما بشربش بانجو ولا اعشاب طبيعيه، بشرب ينسون. ينسون انت كده تغني؟ طب خلاص بلاش. وحشتيني. بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تيجي ونجيب مليجي. مليجي ده؟ ما انت هتعرفي لما تيجي. لا لا مش عايزه اعرف. طب تعالي واعمل معاكي عبيط. بس نمي نفسك، انت فهمتيني غلط. طب بصي تعالي وديكي 15 يوم على ذمه التحميل. لا يا حبيبي باسم، الحمام فين؟ الحمام ايه؟ الحمام. طب بصي الحمام يا باسم. الحمام من هنا كده. طب وسع. خش كده. وسع. طيب حاضر. كده الحمام؟ كده. الحمام مش من هنا. صدق انا قلت كده برضه. هي دي اللي يتعامل معاها الغلط. اوعى ترجع، ده الحياه فرص. عماله تدلل عليه وعامله نفسها بنت بارنديلو واختها علمه، وبعدين جايه معاك لرجليه، يعني عندها ميول. خش معاها الحمام وفهمها ان دخول الحمام مش زي خروج. باسم لا يا باسم، لا استني بس، استني يا باسم، لا يا باسم. جود لك يا باسم. انا شايف يا جماعه ان الصبح خير ومفيش داعي للطلاق. وطي صوتك، بعدين انا جايبك هنا عشان تجوزني مش تطلقني. اتفقتوا بقى يا سيدي على المهر؟ احنا بنشتري راجل يا عم الشيخ. اذا واين العروس يا عم الشيخ؟ هو انت احول وفي غيرها قاعد؟ ما العروسه قدامك اهي. معلش يا جماعه بقى، انتوا جايبيني اخر الليل. يا عم الشيخ العروسه شغاله رقاصه. رقاصه؟ نعم. ايه يا ابني اللي يبليك البلوه السودا دي؟ اما راجل جلياد صحيح، هو انت ليك فين؟ حلوه بصحيح. واجب يا ابني عليا ان انا انصحك، بس الراقصات دول مالهمش ملكه. يا عم الشيخ ربنا ياخدك، بنقول لك هو الاتي وهي الاتية، بالعربي المفيد عالم وعلمه. انجل. الله 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 الله، عالم وعلمه. انطيني هنا اهو. سيب ايدي عشان امضي. طيب سيب ايدي. صلى عليك يا ست العلمة. تعال يا حبيبتي. ايدك اوعى ايدك. اوعى ايدك. ايوه رقاصة. يا انت عارف ان نفسي فيه، كان نفسي تعمل لنا فرح. معلش باذن الله اعمل لك احلى فرح في الدنيا، بس انت عارفة انا نفسي في ايه؟ ايه؟ نفسي نعمل الدخلة بقى. بس يا حلو انت، هو مش هتستلم القسيمة دي الا لما اخد منكم 1000 جنيه. انت عايز 1000 جنيه؟ قوم يابا تاخد 1000 جنيه. عايز تروح جنيه. خير يا دكتور؟ النبي قادلها 3 أيام تعبانه، ضغطها واطي قوي يا دكتور، واللقمه ما بتقعدش في معدتها. ما تقلقيش، دي على طول دايخه يا اخويا. انت قلقانه كده ليه؟ دي حاجات عاديه بتحصل لكل اللي زيها. الف مبروك المدام حامي. السلام عليكم. اتفضل يا اخويا. من مين؟ والنعمه منى. والله ما اعرف، انا ما اعرفش حد. والله ما تعرفي؟ انا ما اعرفش حد. اللي يعرف يا بنت الكلب ده انا بتعرى عشان زيها كده. اضرب الحبايه دي وانت هتلاقي نفسك باور الباور.
تشكر يا ليسي. بيديك وقت كبير، بيديك وقت وعليك صبر وطول البال، وعنيك حلوة مقدرش ما حبكش، وحياتك مقدرش. يلا ثانية بس تشتغل. لا يلا تقولي تقولي ايه؟ ثانية بس، ثانية واحدة. يلا ملك يا بول. ماهي اشتغلت فوق. اسمعنا عليك يا اخويا. مالي؟ انا بقى كويس كويس. اتفك اتفك. رجيني بسرعة. اسمعنا عليك يا اخويا. رجيني قوي. اسمعنا عليك يا اخويا. باي. ايوه 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 سن حتى هيكبر. ايوه بلبل. انا عايز اقول لك على حاجه. ايه هو ده معادها؟ امال ايه؟ يلا يلا يلا. قصدي يلا النبي يا اخويا. امال ايه طيب؟ مش ده طبعا درايف. لازم يتصلح. على فكره يا معلم، انت ظلمت سكر. اللي سرق الذهب عزيزه. عرفت منين يا واد؟ رقه حكت كل حاجه. تصدق ياض يا بلبل كان قلبي حاسس. طب امانة عليك لو شفت البنت دي تقول لها تسامحني. دي بنت غلبانه قوي. مسامحاكي. مسامحاكي يا معلم. حبيبتي يا اختي. احنا كلنا عيش وملح مع بعض. ده انت اللي لمتيني من الشارع. اخص عليك يا بنت، اوعي تقولي الكلام ده. ده انت زي اختي. ربنا يستر عرضكم انتوا الاثنين. ده احنا ولايه يا بنت. مش وقته الكلام ده. يلا يا توتي نروح نجيب حق اميره دلوقتي. يلا يا واد، ربنا معاك. ربنا يخليك يا معلم. اخبارك ايه؟ صدق وتامن بالله. شويه معايا تليفون. بقول لك ايه؟ صدق وتامن بالله يا ابن عمي. ما حدش بيسال عليا يا رب يسعدك. والنبي يا ابن عمي طلب عندك كده صغيره. نفسي نفسي ترد عليا فيه والنبي. مين معايا؟ مين معايا؟ شايف بني ادم؟ جبناها حاره. جبنا اللي غلط مع بنتنا حاره. كان عيل صغير قد كده في النمر والانثى. سيكو سيكو. انا نصيت بس بتخش اشهر محمد عرف البلد اكف عربيه حقيره زي دي. على فكره سيديهاتكم كلكم معايا. انت فاهم؟ لم نفسك يا باسم يا دش. لم نفسك. اطلع هنا. بقول لك ايه يا حاره؟ بقول لك ايه؟ طالما تصلح غلطته مع بنتنا يبقى واحد مننا. الواد اللي لسه بيتكلم كلام مظبوط. اه ولا يا حبيب الحب؟ وعشان خاطر المناسبه دي هغني لك اغنيه من الحته دي. والله ما عملوها. مالك يا اختي؟ فيكي ايه؟ مش فاهم. يلا يا حبيب. ايه ده؟ انا عركنونا المتسجلين في حته.
تعالي يا اختي يا خش بص بقى يا مولانا 100,000 جنيه مؤخر صداق لا 100,000 جنيه كتير انا هدفع 98,000 وهقسط 2,000 على سنه خلاص بقى ماشي والشقه تكتبها باسم كمان الشقه هتبقى باسمك لا ما هو كده كتير ده استغلال ايوه يا اخويا وتمدي وصل الامانه عشان لو قلت باص وعلى راي المثل يا اخويا ان كسبك النار لطيعه وان كسبته ربيه وانا بقى هربيك يا روح امك طب وليه الغلط في الاب ماشي اما انت يا بلبل علي النعمه اللي اعمل لك فرح يهد الدنيا اجيب لك الليسي وسعد الصغير لا ما هدي مش اشكال برضه معلمه الواحد مش عايز يتكلم يعني خش يا نايمة على ودانك يا فضحتي فضحتك ايه يا ابن الموكوس اختك طلعت شغل يا هانم ونايمة مع عزة اصدقائي في السرير ليه؟ انت اصطبري شوية عيب ده انا اختك يا سقطة يا لقطة ما انا استنيت الكتير يا اختي لحد ما فاض بيا بقى شفتي يا بنت حسام حسن لعب ماتش من غير اخوه عمري شفتي يا بنت حسام حسن درب نادي من غير اخوه عمرك شفتي حسام حسن اتوقف من غير اخوه لا شفتي حسام حسن في من غير اخوه ليه تكتبي عليا اعتزل زي ما انا كنت عليه عزيزه كده يا كلامك عملت ايه علي بيبقى كمل الماتش ماتش يا ابن الموكوس على فين بس يا عزيزه لا خلاص لا البلد دي مفيش حد عنده عين يقدر ويشوف لا انا ارجع بلدي فيها رجاله تشرح ويعرفوا يقدروا الست اللي زيي صح اهدى يا عزيزه انت مش هتسافري انت لازم تتستري زي كل البنات اتستر فين انا عماله اتخطط انما اتستر دي ما شفتهاش بشكلي مش هشوفها ايه يا عزيزة في ايه؟ انت مش روح برضو لازم تتستري روح بس شكلي هفضل روح لحد ما روحي هتطلع لا يا اختي لا بقول لك ايه؟ توتي هيبقى جوزك غصب عنه غصب عنه بس بجد؟ طب احلف كده؟ مفيش لقمة ولا مصحف والله هيبقى جوزك والله الهي تنتصف نظرك ما بتقول اي كلام؟ لا والله ابدا طب بقول لك حاجة ما تخشش على السكر لما اخش انا عشان اضمن ايه؟ تلاقيش عزيزة كده قدامي 3 ايام عارفة عشان الظروف دي اللي هي الظروف دي ما بتجينيش ليه؟ بتجيني انا بس يا اختي بقول لك ايه يا عزيزة؟ ايه؟ فاكرة فيلم الفرح؟ ده انا حافظاه صن طيب اللي هقول لك عليه تسمعيه وتنفذيه بالحرف الواحد ماشي انت دنيا سمير غانم ايه؟ انا دنيا سمير غانم؟ وتعالى قولي يا كبير وتعالى قولي لما احط كحلتي وارشي فولي بك دي كربونك ايه؟ لازم تعمل معاها الصح مش معنى عشان البنت دي كربونك يا غدا عدبان عليها بنت غلبانة غدا غلبانة ايه؟ بقولك البنت دي كربونك يعني ايه؟ اما الخرابة امان؟ خش يا سميرة الخرابة أمان يا بنتي لازم تخش على البيت تجيب الخرابة ليه؟ يا عمالك عشان البيت تجيب كربان خش ناس فينا دوني بتقريني شعرك ولا انتي لمؤزة أرى لا أنا فردة من أسبوعين هو كان نايم أكتر من كده وما فيهوش بيبة طب لعبت اما بقولك حاجه اللي انا ليلتي ومحدش ياخدك مني خالص طب بص يا اسطى روح انت لاصحابك وانا هجيب البيره واجي يا اسطى بقولك يا بنتي لعبت لعبت يا اسطى انا تعبانه يا اسطى انا تعبانه اكتر منك يا اسطى ده انا على شعري اما بقولك يا بنتي لعبت لعبت ايه يا بنت ايه البنت بيضه انت عايزاني احبك يا روح امي انت ما تسويش في سوق النسوان تلاته ابيض ايه لعبت بص اهدى يا اسطى لعبت ودي 50 جنيه كتير عليا يا اسطى طب العب انت واديك 40 جنيه كتير عليا يا اسطى قلت لك لا في ايه يا اسطى
هندمك هندمك حتى هلك مال ويسطى. انا بنت. ايوه انت يا اسطى. موت بقى ذكر. مش طلعت الغضنفر اللي جوايا؟ ضيعتني وضيعت امي واخواتي. موت بقى يا اسطى. ايه مفكرني من اللي بيتزنقوا في الخرابات؟ 50 جنيه اجمع وتشتري فيا وحمك. موت يا اسطى. ضيعتني وضيعت امي واخواتي. ويا ريتك عملت حاجه يا اسطى. ده انت كان ممكن تجيب لي بوابه كنتاكي يا اسطى. اما انت عندك سؤال جيكي يا اما؟ اجيب لك تبلوكسيل يا اما؟ فين المأذون؟ ونهرب منين يا بلبل؟ ليه بياكل في اي غرقه تاخده؟ ادي النيله السوداء. يا ابني ما شاء الله، واضح ان ام العروسه فرحانه. قدامك دنيا سمير غانم. قصدك سمير غانم باكر يا صاحبي؟ تجوزني الكائن ده؟ البنت دي كرباك يا صاحبي. الناس كلها بتخش دنيا وانا اخش اخره؟ البنت دي كرباك. اذا اديني بطاقتك يا ابني. مسحوبه. واين ايصال السحب؟ ليس معي. اديله الرقم وانجز. اعتبريك كتب. طب يا ابني انت والنبي خلص لي واديني بطاقتك انت. انا مستحيل اشترك في الجريمه دي. انت كده صاحبي وكفاءه. هتشارك ولا مش هتشارك؟ هشارك وربنا. اذا امضوا لي هنا. امضوا لي. تاني سيب ايدي. امضي. الليلة مش هتعدي النهاردة. مين بقى اللي هيحاسبني في الليلة السودة دي؟ أقول لك يا عم الشيخ، أنت باين عليك ابن لقمة وغلبان وجعان. أنا عارف. السندوتش ده أجدع سندوتش فيك يا مصر. السندوتش ده؟ أيوه. ما يمنعش، السندوتش ده حلو للولاد في البيت. مين برضو اللي هيحاسبني في الليلة الغبرة دي؟ ما قلنا لك اللي هيحاسب العباد ربنا. طبعا يا حاسب العباد كلهم. بقول لك يا بودي هو باسم السمرة كان بتاع فول ولا ايه؟ ده يا جدع كان بيغش. مبروك عليك انا يا اسطى. الف بركة يا دي يا بول. ادينا اخويا وفيت بعهدي. جبت لك الشقه وعملت لك فرح ولا الف ليله وليله دونا على الاوباش دول. ربنا يخليك يا معلمه. ربنا يخليك. خلاص يا بيت، خلي بالك على بلبل يا بيت، حطيه في عينيك. تتهنوا ان شاء الله يا اخويا. بيت يا رقه اركبي المسرح. عينيا يا بنتي. اركب وراها يا ابنتي. اتهدي يا بيت اتوكس. يلا يا بيت غني لاخت. دلاني بحبك دلاني، ده انا قبلك يا ما قلبي وجعني. دلاني بحبك دلاني، ده انا قبلك يا ما قلبي وجعني. انا عايزه ادلك، انا عايزه ادلك، انا عايزه ادلك على حسك يا ابو لمسه ايد بتقطعني. اصلك انت وحشني قوي حتى وانت حاضني قوي. اصلك انت اول مره احس
اوضه عليها. ايه يا اخويا عملت ايه؟ في ايه يا ريس؟ اوضه على مين؟ على حكم بثلاث سنين سجن مع ورا جوز امها. جوز امها؟ جوز امها؟ ايه ايه في ايه يا نجم؟ مساء الخير باسم الدش المحامي. ما تقلقش الريكلام دول تخصصي هخرجها لك زي الشعره من العجين. ريكلام ايه؟ في ايه يا برنس؟ في النيابه تعرفوا كل حاجه. ايه يا باشا والنقطه يا باشا انت بتتكلم ازاي؟ يلا يلا ما تقعدي يا بنت وهي خيلتون. روحي. الله روحي اقعدي جنب اختي. انا بحب اقعد جنبك. الحمد لله على السلامه. عملتوا ايه؟ رحنا لجوز امها البلد ودينا له فلوس وكان خلاص هيروح يتنازل عن قضيه في الشهر العقاري. وبعدين من الاخر يا معلمه الركيب بعت رجالته وخطف الراجل مننا. الركيب منه لله. هو مش انت الركيب ده بتاع عش البلبل؟ اه هو يا اختي نسيتي ولا ايه يا معلمه؟ لا نسيته ايه؟ ده ياما حفي عليا. ايوه هنعمل ايه دلوقتي؟ راسه الف سيف عايز سكر عشان يخلي الراجل يتنازل على القضيه. خلاص خلاص سيبوا الموضوع ده عليا، المهم تسمعوا كلامي بالكلمه. ايوه هنعمل ايه دلوقتي؟ بقول لك يا عمنا ايه رايك في البطل القناص اللي غمزلك من شويه ده؟ اوبا دي تغريد. بسم الله عليك. ده البنت دي ياما حفيت عليها ايام زمان. بعد الشر عليك يا باشا، دي المره دي جايه لك وبيضه مقشره، تتمنى لك الرضا ترضى. بس مين اللي قاعد جنبها ده؟ فكك منه، ده معوش يجيب سجاير. عشان لقمة العيش نطاطق مننا خايفين، بقت دايرة وفيها بنلف دايخين فيها من قلبنا، مش عارفين ده جبني وضع ولا قلة إيمان مننا، بقت دايرة وفيها بنلف دايخين فيها من قلبنا، مش عارفين هتعمل ايه بقى في الخليج العربي اللي محوطها وعمال ينقط ده؟ بس ياض
مصر ام الدنيا، بلادي بلادي. ده معقول التغريده اللي حكيت عليها طول عمري من زمان تبقى بين ايديا دلوقتي؟ شفت يا اخويا، اصل الدنيا يا اخويا صغيره قد كده. طب بقول لك ايه، طلع على فين يا راجل؟ على فين؟ على الفيلا. هي امه وقلبه ولا ايه؟ جرى ايه؟ طب اديك اللي انت عايزاه. فهمتني غلط، انا صاحبه مزاج ومزاج علي قوي قوي قوي. يعني ايه يا تغريد؟ يعني عشان نروح لحبيبي لازم تعمل دماغ عاليه قوي قوي قوي. دماغ ايه يا تغريد؟ كيميا ولا مؤاخذه يا اخويا، حشيش والميه اهي. ماشي يا تغريد، بس احنا ايه داخلين ماراثون اكتر؟ ده انا تغريد بنت ابو حديد. خد التلجة، جوز أم البت فين يا كومبو؟ في مخزن أبو رواش. سنقول لي عسل. أنا عارفة يا أختي هيخرجوا إمتى. على فكرة اتأخرتوا معاد يوم الجيم. اتوكس يا ابني. نفرة يا بيت، ربنا يخليكي من المعلمة. شفت الكل. تعيشي يا اختي، تعيشي. ايه يا ريس، في ايه؟ ما تروح تشوف حياتك، عايز ايه؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، وحشتك. حرام يا ابوي قوي قوي. بقول لك ايه؟ خلصت؟ يلا. هو ايه اللي خلصت يا ابني؟ دولة الأمم الإفريقية يا ست تغريد. زي اللي روحت. يلا يلا يا بيت. متزقيش تاي. يلا يلا. بيروح بين السرايات ده؟ لا رايح يا أخي. تنيل أنت وهوش. أنا 010-500-508 احفظيه وتنسيه. 500 إيه يا موكوس؟ مش لما تخرج من النيلة اللي أنت فيها الأول. أنا خارج، كلها جمعة وخارج. قطيعة قطاع. أوعى تنسي الرقم. اركبي ورايا العجلة، اركبي ورايا.
القطه مطاطه وتحل مين على المشنقه مخروطه على المخرطه حلوه البت مدوره زي الشمس مدوره لما بتمشي تهز الارض مظبوطه على المسطره شطه مخليه مشطشطه زي القطه مطاطه تحل مين على المشنقه مخروطه على المخرطه يا نار يا شطة ما تحس بيا وتجيبي حتة